حينما نقول خلية إرهابية في مرحلة متقدمة من الإعداد والجهوزية، هل يبعث ذلك على القلق؟ أم هو يعكس وضعا جديدا يخص الخلايا الإرهابية التي يتم تفكيكها منذ فترة؟ نعم سي محمد، أعتقد أن الجواب نعم في الحالتين. نحن أمام تحول يطبع عمل التنظيمات والحركات العنيفة عموما، ونحن أيضا أمام تطور ميكانيزمات الاشتغال لهذه التنظيمات. يعني أقول تنظيمات حتى لا أخص فقط داعش، لأن داعش أخصها يعني بما يميزها عن باقي التنظيمات العنيفة، خصوصا في منطقة منطقتنا، يعني أقصد يعني الجزائر ومنطقة الساحل والصحراء. أعتقد أن الوثائق التي أمامنا كباحثين لقراءة التهديدات التي تشكلها هذه الخلايا هي البلاغات التي يصدرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وهذه البلاغات تستلزم قراءة مركبة، بمعنى أن تقرأ هذه البلاغات ضمن سلسلة التفكيكات التي تسبق تفكيك اليوم، ثم لا بد من قراءة هذا البلاغ وما يميزه عن البلاغات أو عن الخلايا المفككة قبله. اليوم نحن أمام ملاحظتين أساسيتين. الأولى هو أن البلاغ يشير بشكل صريح إلى إمكانية استعمال متفجرات، وهذا أمر أساسي، لأن الذي نعرفه تاريخيا عن الحركات العنيفة أنها تقوم بالتأطير والتفكير والاستقطاب والتجنيد، ولكن عملية تسليح يقوم بها طرف آخر. الآن وهنا يعني هنا ما أشرت إليه السي محمد في السؤال، هنا خطورة الخلية اليوم هو أننا أمام تحول لخلايا، يعني هذه الخلايا تقوم بالتجنيد والاستقطاب والإنتاج المحلي لأدوات العنف. الآن الخلايا التي يعني على الأقل خلية يعني خلايا تمارا وتيفلت واليوم خلية تطوان، نحن أمام خلايا بمعامل إنتاج أدوات الجريمة، وهذا تحول خطير جدا، لأن نحن أمام ما يمكن أن نسميه في استعمال كل ما هو متاح من أجل الإيداء، بمعنى أن هذه الخلايا الآن يعني تبعت بدلائل إنتاج المتفجرات، وهنا خطورة الحدث اليوم، وأننا يعني بلغة أخرى نحن أمام خلايا تحمل فكرة الإجرام وأدوات الإجرام تنتجها محليا، وهذا الجديد.